طيبة لضيوف الحلقة وللمشاهدين عبر هذه الحلقة من ضمن البرنامج الذي نخصصه لتثقيف وتوعية المواطنين للوقاية من تفشي فيروس كورونا. ومعي داخل الاستديو كل من زكريا الشايب، اهلا وسهلا بك. السلام ورحمه الله وبركاته. ومعي ايضا يوسف محمد حربة المعروف بكولونيل مبارك، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا فاطمه. ومعي ايضا ياسمين عبد الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه. أستاذ زكريا شايب، حدثنا عن دور الفن والفنانين في هذه الظهور منذ ظهور فيروس كورونا. والله يا أخي الحمد لله الفنانين يعني منهم ما قصروا، يعني كلهم يعني خلوا للفيروس كورونا عشان يجي الناس كلها يعرفوا كده بالكم في نماذج. كل الفنانين قدروا يعني سووا بذلوا جهودهم سووا حقهم يعني عشان للناس يوقوا للتوقيع عشان الكورونا ما يشتت ويكرب الناس كلهم. إذن نعرف الفن في حد ذاته هو شنو؟ الفن ده أكيد هو أداة وعي ورسالة، تقدر تعرفنا أكثر عن الفن في حد ذاته؟ والله الفن ده هو أول شيء، هو عنده ديفينيسيون كثير، يعني كان نتكلم في الفن ده كلام كثير. ممكن نقول لك الفن ده يعني رسالة، نقول لك موهبة، يعني نقول لك رسالة، يعني كان في شيء أديل ولا ما أديل، وكل الفنان ولا الأرتيست ده وصفه خلال خدمته، الشيء ده وصفه للبوبليك، الشيء ده أديل والشيء ده ما أديل. وموهبة ده كمان موهبة، يعني قالك موهبة قالك بنتلي نادو ما لأي زول، يعني ممكن أنا نلقى رسام ممكن نلقى فنان، لكن ما منبه شديد لأنه شنو؟ عشان ده ما موهبة. الموهبة دي أهم حاجة في الآر ان جنرال، يعني الموهبة دي في أي شيء كان، فأنت عندك موهبة بعد تجي وراء القراية كانت تزيد عليك. أكيد الجانب الفني له مثلا جانب إيجابي وجانب سلبي في أداء الوعي ورسالة للمجتمع. أيوة. كيف يمكن لتصدي هذا الفن؟ والله الفن ده أنا بس الواحد وسيدة بس كان دار يتلفه يبقى ما كويس ده، يعني من خلال خدمتك الواحد أنت الفن ده أنت الآن توصف، يعني كان قال الفن ده فن ده يعني تصير شغل يعجب أي زول، وشغل يكون رسالة واضحة لأي زول. وفي ناس بعدين بيقولوا بيصوروا رسالة، بيقولوا هم فنانين، والشيء الفن ده ذاته معناته ما بعرفه، يعني بيجيبوا كلمات مستهدفة فشيها كلام ما بشابه، يعني أنت كان قاعد في بيتك ما إيالك كل مرة ده كان كلام واحد تسمى ده ما بشابه، وما يمشوا فيه كونديسيون، يعني المفروض يعرفوا الفن ده ريجليما حقه عندك كونديسيون أحسن زول يعرفوا فيه. وبعدين ده هم بيسووا عشان لحاجات ثانية هم مساعدة بيعرفوها، لكن ما بيسووا كده شيء عشان لا باكر يقول ده رسالة، ولا يقول والله زول ده فنان وزول ده قدم ده، بعد مني ما قاعدين بيسووا زي ده. شكرا زكريا. كولونيل المبارك، تقدر تورينا ما هي أبرز النشاطات اللي أنتم قمتوا فوقها من فيروس كورونا ظهر لنا ده؟ شنو النشاطات اللي أنتم قمتوا فوقها؟ قبل ما تقول لي الكلام ده خليني تابي مقطع. كلنا سوا نقولوا إيش كورونا فيروس، كلنا سوا نتركوا برا كورونا فيروس، كلنا سوا نتركوا برا كورونا. هاي مريم، هاي أجيبكم. شنو كان؟ هاي مريم. ها كوربي؟ لا كوربي. كوربي قلت لك امشي برا هنا خسر يدينك بروب قبل تالينا. ها انا سمعت شنو؟ انا غسل يديني بالصابون. سمعت شنو؟ كورونا فيروس انا في اللي بيسيت شا انت ما سمعتي؟ انا يخصني شنو؟ مشي بكا جارتيني بس وقبل وتنتيني سخان مع صابون دورني سيفه بشنو؟ كورونا فيروس جاريت كده كم خمام هسه هناك قاعد تقولي جارتي هنا ده ما خمام انا كورونا ده قاعد انا ده مسكينه ما تعتمني يعني وخمام هسه قاعد تريد والله كان ما سمعتي هسه يجيب لك تلاكل. ها هي ده ولا كلام خلاص صب لي. ها لا يجي امشي برا خسري دينك بروبو تاني امشي برا خسري تاني ما عندك فوق اي ولا جا ولا جا
أجل. كل ده إلا والخص إيدينا بالصابون ده عشان شنو ده بتاعك إيدينا خسرت ده ما نشوفه ألم ده معي بلا لسه فوقنا لا بطل دور تجيب لنا كورونا آخر فصلت ايدين فصلت سي اقعدي طيب تخاف مني كده المعلقه اي انقري انا نوريكي شوية مين هنا اللي قدام اليوم ده لا ازونا لا وفا كله تمشي على ترقص وما تمدي ايدك تسلمي لنا الزكاه لو وقبلي ده تدور تقول سلام بايد بايد كل بيلا ما ده بس هو بيجيب كورونا ما تسلمي نادم بايدين وتقعدوا معانا باي متر كان دور تعتشي سيدي يمكن مثل ده اي شيء خوما دول مرجين كثير كل ما في استغفر الله عافية عافية لما كيف تشوف الكرسة اجيف سلام بإيدان كما سلمت ما يقولوا شخولي ينقى وانت كله وبكن اوتر كثير كمان مش كل ما يقولوا شخولي حس بيقى ينقى انت كلام انا ينقى دول شنو دول هسه خلاص ترى ما في خوما دول ما جاي خدهم فوق انا ده صراحة بقى نوركي كلام هسه انا وريك كده كل شيء لي والله ما تخدم فوق ده ها وكان امي كده تركان انا ما هوي كورونا جت اسمتك انت كله جت اسمي هسفر تقول لي قال قال يانجا ما يانجا بس يا ميجلا انت بتعرف انا شغلي كورونا انا شغلي زخمه بس والله نادرك كتر ستريس كلنا سوا تقولوا اسم كورونا فيروس كلنا سوا نتردو برا كورونا فيروس كلنا سوا من الواضح أن الرسالة التي قمتم بها قد أدت إلى النطاق المطلوب والمحدود كيف تشرح لنا مبارك ذلك ومن ضمن الأكتيفيتي اللي أنتوا قميتوا فوقها أكيد ده من ضمن النشاطات الواحدة اللي أنتوا قمتوا كيف تشرح لنا رسالة الياسمين قامت قدمتها لا شكرا نقول شكرا للفنانة وممثلة أختنا وصديقتنا وحبيبتنا ياسمين عبد الله عملت من جودة عملت شيء ظريف يعني شيء ظريف مثل ما في ونحن كمان الممثلين بعد ما المرض الوبا ده نزل في حول العالم حتى ما وصل في افريقيا من ضمن انا ممثل كنان مبارك قلت انا حرام لكن اول انسان يقدم شيء في كورونا فيروس انا الغالب قاعد في سيت انترنت انا ان اف بي سيت انترنت انا منستر سانتي وزارة الصحة وعملت الاكثر اكثر اكثر عملت يعني ساهمنا بالما عندنا ده كما مهنة الله ادانا ليها لازم فنشارك ما نخلو الحكومة بعيدة ان هنا تشاهدين في بكان ده شيء ناقصين نقول نرجو الرئيس بعمل الرئيس ياتو الرئيس المواطن وزاد مواطن زيب ممكن ترجو رئيس يسوي والتسودة لا كلام ده كذب وما هو ممكن هساك الناس ما في لكت انا الاسكيتش انا اخذنا ياسمين عبد الله قالت شنو قالت كلنا سوا نشمل كل سوا نلم بعض ما نرجو رئيس يسيئ التبادل نسوه كبير وصغير كله كبير صغير عميان مكسر طرشان لازم توصل فنان رسام صحافي دكتور طيران كثير ما نقدر نكمل عليك يعني كلنا يعني لهم مساو انا مبسوط من الجنجل ده ومبسوط من الشغل اللي سوته ده شغل مفيد وشغل رساله هادفه وطول للمواطن نشكرها جدا شكرا استاذه ياسمين بصفتك ممثله او بصفتكم ممثلين وفنانين اكيد لديكم دور كبير وتاثير على المجتمع شنو نتوقع منكم ما المتوقع منكم في مثل هذه الظروف الله يا نشكرك في كيسيون اناكي وفي اليوم انفيتاسيون ازوما لازمتنا انينا ارتست عشان انينا الارتست الصوت
هنال هنا البلد انينا ارتست كمارقنا سينا شغل واحد ده ناس بفهمون وبسمعون زياده من من ادم ناس ناس الناس العاديين ناس العاديين ومش راس اخوي كولونيل مبارك ورا واخوي فناني ده كل ورده انينا كشغل قاعد ما خلاص انينا نرجو خلي بنادونا والله يورقوا لنا فوق قبل نمشي نسود مش اني نقو ورا لكن قبل شغل ده يقرا خلي انينا الارتست ينقوم انينا ارتست كله جمينا وخدمنا بسينا جهودنا خينا خنينا في كورونا فيروس افلام سينا عشان البوبيلاسيون يفهم كادر الكورونا فيروس ده مرض شين حد هو ذات كان البوبيلاسيون كان شافنا اننا مسلنا ها ده شغل ده يسي وفي وكيدنا ده انينا الارتيست يعني لازم نقوم بجهودنا لحد ما نقول خلاص الكورونا فيروس ماشي يكمل لا انا يا حسن خدم هو كده انا ناخذه بس لا نستعودوا للبوبيلاسيون حقنا. وانت ياسمين كيف تنصحي اخوانك الاوين حتى الان بعد الاوين متمسكين بالاعداد والتقاليد الكثير يقول لهم كما تقعدوا سوا مثلا ما تسلم بايدين ما تمشوا ازومه ما تمشوا تجمعات كيف تنصحين لاخوانك؟ والله اخواني الاوين ده ديما كان حجلهم لكن هم بس ما انا عارفك كيف كان قاعدين تصمم كلام وادين الأوين بقولوا الكورونا فيروس ما في الدم ما في الدواء سئ الأوين خد الأوين مرة كان قاعد في البيت ده المرة هي أم هي زوجة هي بيت هي أخت هي كان هاد الكلام ده يفهموا كده يا لا كله لراجلا كله كل الناس القاعدين لازم هي تشيل responsibility حقها خلي كلام اللي بقوله كورونا ما فيه خلونا كيما نلومه ده ما في الكورونا قاعد وخلي الأوين يقول عليهم خليه يفهموا قالوا لنا بكان عزومه ما نمشوا خلي ما بمشوا ولما ما في خلي ما نلومه بكان مشي الناس زحمه كتير ما الأوين ما تلومه كل خلي الأوين ده يفهموا كلام ده عشان لسه حقنا انينا علم قولوا لنا ما تصور في سي حقنا انينا ما ادري ولا في سي انا نادم اخر قالوا استنتي افونتو خلي الأوين كله يفهم وكي الكورونا ده حل قاعد وخليه يشيل كونسين يجينا الحصل أنتم دخليني أنا أوين دخلين نشيل الكونسين. شكرا ياسمين. المشاهدين الكرام أكيد الفن والتمثيل لهما صلة وثيقة بحياة الإنسان منذ قديم الزمان. قبل توضيح هذه المقطع يحمل رسالة سامية وحادفة للمجتمع فلنتابع. هذه رسالة وزارة الصحة العامة. السلام عليكم. أمين على السلام تيبون يا. أيوب كيفك؟ لا لا أنت ما تغسل يدينك يا. فين؟ أي شغل تغسل شنو؟ أنا شنو نغسل يديني في شنو؟ أي شغل تهكي كبت يا أنا جيت كبت أجي أغسل يديني يا. شيفي مرة كل بغسل شيفي مرة كل بغسل. ها. أمين مأمرة. السلام عليكم. أي السلام. نورا سكر سكر امين اصلا ارجعني انت كنت قصدي يدنكي قبل هي سي من شنو كلام كورونا فيريزه عجيب والله الا ما كورونا فيريز بس الا ما كورونا فيريز ناس كلها كيف بدل يا سامي ايه هاي ها كورونا فيريز ده ها لو تاكل لسه صدقاي ايه مرض اول مره واي هج بقتل كنت هتشي ده ها سل بس كده بتكوربي ايه لا يدنك هتغسلي بصابون فراب ايه اصلا مسج الصدق اجلي الصدق شغل كل صدق يا جاي مرض اول مره هاي زين ها مرض كرامك سي مرض كتير شوف انا منا مكرونة بريش هاكم بعد انا قزل والله يا نمشي نغسل اخوي وقد لاحظ الفنانيون والممثلون أثر الفن على المجتمع ودوره الكبير في حياة الأمة وقد أوضحتم في هذا المقطع بأن الفن يعكس الانفعالات والأفكار المرتبطة بالأنظمة الرئيسية الذي يعيشه المجتمع
في حياته اليومية. ذكريا شاي، كيف تعلق لنا ذلك في في مقطع أو سكتش مثله الفنان مبارك؟ والله السكتش هاك ياسمين وهاك كل مبارك كله في ضربة، يعني سكتش أنا حاجة بسيطة لكن هادفة عندها هدف، وكله يعني إبرة للناس عشان يعرفوا ده الطريقة أن نقدروا نوقفوا فوق الكورونا. والله شكرت مأتي المرة هاي فنانين المبارك، هل أنتم راضيون الأعمال اللي أنتم قاعدين تقوموا فوق ده اللي تقدموا للمجتمع ده من جميع الأنواع خاصة في فترة هسه أنا كورونا؟ الفترة ده بس يخلي الممثل أو سواء فنان يشتغل أكتر عشان يوي الشعب. نحن ممثلين يعني نقول له ممثلين عامة، ما فرخة وهذا ولا شنو، ممثلين عامة تشات هنا دارنا تشات سيهم ضعفاء ما في إمكانيات، وبذلوا جهودهم بالمافدة بيقدموا رسالة عشان أن المسكين المواطن ده يفهم ويباري المرض. دونك نحن نسوي الأكثر ونسوي من المستحيل، هذا عملنا نحن كمان الله عدانا هواية عشان نمثله ونقدمه أرت للجمهور. الآن في نسبة أنا مرض الفجي ده مرض الحوان مكون اسمه بترو كورونا فيروس ده، ممثلين وفنانين نقول أكتيفيتي كله ما في زول عنده أكتيفيتي، اللي عندك شيء ده بس عشان تتلي من بوشك تأجر كاميرمان وتأجر شيء عشان تدور تشارك مع الناس، وكين قاعد ترسل الرسالة تمشي أسرع وقت. حاسة مثل الناس وادين بقول خلي الريف بيسيغوا المسودة، علينا كله كين قالنا دي ما عندنا، يعني بس بقى شيء ما شاركنا وبس بقى شيء ما عنده معنى، لكن قلنا من المستحيل وقالوا المستحيل ليس فنان، المستحيل ليس ممثل، فسوينا جهدنا. شكرا كورنيل المبارك. ياسمين عبد الله، تقدر تورينا شنو النشاطات اللي انتم عندكم ليها في المرحله الجايه تقدروا تقدموا للمجتمع، ومثلا في كيف انسان يحافظ لنفسه لكورونا ما يقدر يمسكه عشان مرض ده خطير، ورغم حتى المرض ده قل شويه لكن كيف الانسان يقدر يحافظ لنفسه او يحافظ لاولاده زي ما بيقولوا تحمي بلدك وتحمي نفسك؟ والله انا نقول انينا ارتست دول كومبليكي، انينا كي ما قصرنا، انينا يا هسه كلنا انينا كده لسه الكورونا فيروس ده لسه قاعد، وقانا خدمه عشان البوبيلاسيون يفهم الكورونا فيروس ده لسه قاعد معانا، نخدمه لحد كان ان شاء الله دايما ال 21 كان ما تقول انينا رجعين الله وسلم ان شاء الله نخدمه لحد الكورونا كي خلاص نكون في عالم ده كامل ما نسمو ان شاء الله. انا يمكن شغل كتير افلام واغنيه كتير قاعد نسمو، كان لحد كورونا كمان كلنا قاعد نخدمه، بس ما عندنا شغل نقوفه عشان ما معروف الكورونا فجاه قبل كل ما معروف، لازم انا نخدمه ونفهمهم عشان هم ذات بفهمونا عشان شغل ده قاعد، وخلينا حافظوا نفسنا ما خلاص الكورونا فيروس ناس مو قال شيء كي نجاز وكي بس خل أنينا كله خلاص نقود ده ما يجا أنينا عندنا شغل كتير أصلا أمس كله بدينا سيري آخر أنا كورونا كله سوينا كملنا وبتنا آخر كله نخدمه أنينا جايين ده نخدمه شعب إن شاء الله. أنينا أرتست كتاك أرتست جايين ده الله كان قال عمين ده نخدمه ما نقود نرجو بقال عندنا ده بس سوينا مش لسه كورونا المبارك أورادا أنينا ما نرجو كان أنتونا الحمد لله كان ما أنتونا ده إنجينا ده بشيء شيء ده تعملوا كل جهود كان بالتليفون وكنا نخدم عشان البوبيلاسيون كيعرف عشان المرض الكورونا فيروس لسه ما كمل قاعد وهم ذات خليه يحافظوا نفسه. زكريا شايبة ياسمين قالت هم يخدموا وما يكسلوا ومهما يكون الظروف كله مرض دقائق كما في كله هم بخدموا وبسوا نشاطاتهم، هل لديك أغنية أو رسالة تقدمها للمجتمع؟ أنا ممكن تسمعين أنا؟ عندي أغنيتين حقت الكورونا فيروس خاصة الكورونا فيروس. Thank you.
الله يستر من كورونا فيروس، ربي أسترنا من كورونا فيروس. مرض التنفس التئيس سويت فوقنا ما سوي ليس. تهرتنا التجمعات والملمات، تهرتنا التجمعات والملمات، دهرتنا المسجد والإجليس، دهرتنا المدرسة والتدريس، دهرتنا المدرسة والتدريس. 200 تمرك من بلدنا تكيس، السويت فوقنا ما سوي إبليس. الله يستر من كورونا فيروس، ربي أسترنا من كورونا فيروس. مرض التنفس التئيس، السويت فوقنا ما سوي إبليس. طهرتيني السوق، السوق قلبي هنا ايش، انا شخر رزق اليوم 200 نلقى في خشيمي نديس. طهرتيني الخدمة، الخدمة قلبي هنا ايش، انا شخر رزق اليوم 200 نلقى في خشيمي نديس. الايال راجين سرندرس، والفيدي كم الخلص. الايال دايرين سرندرس، والفيدي تك تك خلص. ومتين تمرق يا كورونا فيروس، انا من نجو بقيت ما بنشيف. شكرا الفنان زكريا شايب، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أغنية الفنان زكريا شايب أكد لنا بأن الأمل الفني بالنسبة للفنان الحقيقي ليس مجرد انفعالات أو إلهام، بل هو عملية مقصودة يؤكد الفنان من خلالها الواقع الذي يعيشه. وفعلا هذا الواقع الذي نعيشه نحن كتشاديين، بل ليس كتشاديين فقط، فكل العالم مع ظروف كورونا. ياسمين، أكيد تابعتي معنا وسميتي أغنية الفنان زكريا شايب، وبقول الكورونا وقف كل شيء. ما هي كلمتك الأخيرة التي تقدميها للمجتمع مع ظروف الحاسة نحن عايشين؟ والله نشكر أخونا في أغنية لسخنا هذا كلام دسي. الكورونا فيروس كرر لنا الوطاء، منه كجارة كرر لنا وطاء، كان أنين الفنانين، كان الشعب كلنا نزل الكورونا فيروس بيجي لنا قد ما يقرق في رقبنا. والله كورونا فيروس ده الوطاك خلبتا علينا. هي الكورونا، الكورونا ما مر ولا راجل ما نعرفه، لكن خلبتا وتا كامل. ولا ناس شغل كأنت تسي يدخل لك قروش ده ما فيه، كل الاكونومي ذاتك خلاص سدد علينا تك تك. ونقول الله يرفع مننا مرض ده ويزيل لنا الشفاء في بلدنا تشاد. ونقول أنينا التشهدين خليه نربط سلوبنا، خليه نقوم ونقوف بطولنا عشان نطردو المرض الكورونا فيروس ده برا من بلدنا. والأنينا الأرتيس كله خليه نلمه ونخدمه سوا، خلينا نخدمه سوا، خشمنا خليه جواهد عشان نلمه ونسوي شغل عشان نقدر أنينا نكون نطردو الكورونا ده مرة واحد برا من بلدنا، ونشوف كيف خدمنا ده ماشي. ونقول لناس الكورونا فيروس كربام وداوم كمان، خلي أهله ما بابهم نادم. ناس كتير غابوشكو قال من كورونا فيروس جاء دواء دين الماتوا، الله يفهم ويرحمهم، لكن القيدين دا من خلق قبل بيد قال ناس كل أبوهم، خلي ما بابهم نارم ده نادمك، نارم ده دمك ولهمك، والله بس ابتلاء المرض ده بس، ما خلي ما بابهم، خلي ما بتردوم، خليه يقربهم يلزم، خليه يجبدهم ولا يقول شنو يقرون في جمهم، خليه يقعدوا معهم ينتم اكيل يهجمهم كلام، خليه يصير مونتيلو مياتو ميموار حقهم، خلي ما خلي ما بابهم. هو ابو بس الله نزل لنا، لكن الله كان قال امين ده يرفع مننا، لكن خلي ما بابو ناسهم ده. ونقول لكل الارتيست خليه ما يكسلوا،
الهم بشيء اللي ما عارفين كله خليه ما يكسلوا خليه يقوموا يخدموا مش الحصه جاي يخدموا ده نقول لهم كوراج قول لنا كوراج نقول له خلينا خدموا بس ما ان ده بتن شغل الكسل ده خلاص ما في الكان ده كان خلينا خدموا نسلوا الكورونا فيروس ده بره من بلدنا. نرجع للاخ الفنان زكريا شايب اكيد عندك اغنيه ثانيه تقدر تسمعنا لها من خلال رسالتك الحديثه ان شاء الله. قولنا فوق الوبا جانا المرض المودي اسمه فيروس كورونا. قوموا لنا فوق الوبا جانا المرض المودي اسمه فيروس كورونا. قوموا لنا فوق بنية واحدة قوموا لنا فوق بنية واحدة نصلوا صلاتنا نطقوا دعانا نذكر سؤالنا نطقوا دعانا نمرق صداخاتنا نسووا البليلة نقسموها لإيانا نسووا مبولولو نقسموها لإيانا نسووا المديدة نقسموها لإيانا الله يرفع البلاء ينزل الشفاء الله يرفع البلاء ينزل الشفاء إن شاء الله الوباء الله يرفع مننا. قوموا لنا فوق الوباء جانا المرض المؤذي اسمه فيروس كورونا. قوموا لنا فوق بنية واحدة كلنا سوا نسمو كلام الحكومة لصحتنا ولعافيتنا ولصحة عافية بلدنا لصحتنا ولعافيتنا ولصحة عافية أهلنا بالكاشنة نسد خشومنا بالكاشنة نسد مناخرنا بأن وصابنا خسلوا إيدنا إن شاء الله الكورونا ما يقربنا كل اسمه فيروس كورونا. شكرا الفنان زكريا شايب. شكرا جزيلا المشاهدين الكرام أكيد تابعتم أنا أغنية الفنان زكريا شايب يحمل في طياتها كثير من المعاني ودأ جميع المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيادي ولا بد من التكاتف والتوحد من أجل وقف انتشار فيروس كورونا. كولونيل مبارك ما أنت كممثل وأنت كفنان وأكيد تابعت معنا أغنية أخينا زكريا شنو كلمة اللي أنت تقدر تضيفها أو رسالة ثانية تقدر توجهها للمواطنين؟ فقبل شيء نقول شكرا شكرا لأخي العزيز زكريا شايب إجابة صح ورسالة صح يعني دي الرسالة. إن قالوا مستحيل ليس فنان هو ما مستحيل وده فنان شكرا لك فنان يعني عبر علينا الرسالة تدخل في القلب طوالي تدرى وكير بقولها بالنصارى زي الأغنية دي بتكون في أي مناكب زي في الصيدلية عندهم تلفزيون يخلوا الفنان ده قاعد بغني بقوت ماشي لغنى تتابي في فارماسي أو هنا في 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 وزارات آخرين دي الرسالة اللي بتشجعها الممثل أو دي الرسالة يخطوها عبر ما في جوالات في جوالات هسه قاعد نسمع في رسالة أنا كورونا دي الأغنية دي ممكن تكون في 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 جوالات في التليفون ممكن كأنت تسلم زول تلقى الأغنية دي ودي الأغنية أوتو بالذات تلفزيون شاب تكتبها وتكتموها ايوه عشان انتوا ما عندكم ميزان كيلو ناقص لكم شوفوا الشغل المفيد وزي ما بيقولوا الشغل المناسب على مكان المناسب ولا ماذا؟ نعم هذه قناة مناسبة على مكان مناسب نعم. قلنا نحمي الكورونا كلنا بعض ونحموا بشنو؟ لو كنا دي ما هلا دا كم كذلك الإذاعة أو الإذاعة بريفي أو تلفزيون بريفي
او التلفزيون المواد الناسيونال ده، انت يعني تشوفوا كنت قلت الناس يمشوا يشوفوا الفنانين ده يا توخي يا جدا رساله قماشي تدري اسالم كنزولا الا ام بكومه بس ما اميان ده بس ما لكن توالي بس ما توالي انا هسه كين اساسا انا ذات خلاني من الفرحه ومن الفرحه الرساله ده داير نبكي يا سلام وصبرني شنو في كلمه اخر لحن ده قلت شنو انت قلت ما نلوم نقود بيت وما نسالوا ولا سلام بالهدن ولا سلام بالايد يوه ومن نادو تريس كان شفنا الحاله في زول المريض ولا شان نفسه زول المريض ده ودنكو والله إجابة سا ونشكر أخوي ده ونقول له شكرا لك على كل شكرا أبذل جولك جودك أبذل الجهد ده أكثر من ده يعني إن شاء الله إن شاء الله كان قالوا فنان يعني عنده شيء زي زهور كده زي الوردة يعني أنا خينك ده والله يعني شكرا دخل لي في قلبي طوال شكرا أستاذ شكرا لك أنت اشتغلت وآخر كله خليه يشتغل كل يوم مسلم خليه إن شاء الله نسوي مثل تنافس مثل كونكيرانس يعني نقول ألم زكريا غنى يقول لي انا ذات ابو جاني خليني اسوي شغل في اخر زياده من هذا زكريا وانا عشان صوت تنافس عشان نجو في الكورس ده والميدان ده يعطوا البوستر قبل قبل فوالا لكن شنو مثل قلنا هنا قلنا ياسمين عبد الله قالت شنو في اخر كلمتها قال خلي كلنا نلوم كلنا سوا وكلنا الفنانين نلوم سوا نخدموا ده نجي نخدموا في 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 الشغل ده في شيء فوالا عشان يطلع ظريف وصحنا هنا ما عندنا بارتنير لكن انا بس بقينا بارتنر انا بس بقينا بروديكتور انا بس بقينا كل شيء يعني خليني كاتفو سيد الرئيس الجمهوريه ما مثل الناس بيقولوا خليه هو يسوي قبل التبسوه ورايا انا بالمافيدة بالمستحيل ده نقدر نسوي ونقدر حتى ما كورونا بين حدو يفوت وقبل شيء نقول ما ختام لكن الله كي يمرق مننا الوباء ده المريض الله يشفيه اللي قاعد في 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 يا تو بقول شنو في شغلهم ده في الكارنتين في الكارنتين الله يبعد مني الشغل ده وعلمات الله يرحمها بالجنه وزي ما هسه كلمنا قلنا خلي نتكاتف مع بعض ونبقى راجل واحد زي اوت واحد عشان المرض ده يفوت مننا ان احنا تشاجين الناس فراس ومالا خليهم فراس في كل شيء وده كله نبقوا فوق الفارسين مرضى ذاتك نتردوا ان شاء الله والله يجيب العافيه في البلد يا ربي والله يحانينا هنا للمصريين امين ما بعد بيفورنا الانجن ده كله الشيء ده خلينا نسو ان شاء الله بالاكثر ونسو اكثر دونك شيء كلمه اخر ثاني ما في ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك في نهايه هذه الحلقه زكريا شايف هل لديك رساله قصيره تقدمها للمجتمع؟ والله اول شيء شكرتك انت وشكرت التلفزيون ناسيونال وشكرت الاكيب القادم معك وشكر اخواني على سنين قاعدين سوا قدمنا برنامج سوا ونقول لهم يعني الله وفقنا والله قدرنا في الواجب نسوي ان شاء الله مش من واجبنا او سوينا عنينا تو ان شاء الله تو ندور النزات واجب ده كان مزات نشجعوا الفنان شفت برغم الظروف ورغم الشروط كله أنينا ما قصرنا زي ما قالوا جماعة قبالي ما قصرنا لكن انتوا لازم انت نعم سووا شغل ده لازم انتوا تشجعوا عشان شنو؟ يعني هو ما سوى عشان يلقى حاجه ولا كده سوى لنفسه عشان يكون لاخوانه يبعد من الشغل ده لاهله عشان الشغل ده ما يلمس ما يلقى لكن كله كان لقينا تشجيع منا مثلا من المينستير الواجب ده المينستير كان انا الكلتشر كانت سانتي ده ماشي بخصنا عنينا كلنا واجب دوم ذات يشجعونا واجب يشجعونا يقول والله ما شاء الله الناس دي ده سووا شغل بدون ما كلمناهم اوكي ده سووا يعني ساسي لور ديفوار الحمد لله ديفوار انا قدرنا سوينا لكن ذات عندنا فوق دروا واجب تساعدنا تسير لنا جيست عشان تشجينا التسجيل ما اسك ولادك جاي يخدم جاي في الكل انت كان جاي سي كده جا قريب ماشي مثلا سي بي بي سي ولا سي ولا ان شاء الله سي بي ولا كونكور دانترانسيزم انت وقت وائده تقول له والله يا اخي الشغل ده كان سويته ده كويس مره انا ذات ان شاء الله كان قدرت لقيت كونكور دانترانسيزم ده انا كله كان سيلكي شكرا الور واجب ده تسجيل معلش شلت منا الوقت واجب التجليل للجميع. أعزائي المشاهدين لا تتجاهلوا النصائح والإرشادات
الرسمية التي تساعد إلى وقف انتشار فيروس كورونا. إذن الوقاية وتعزيز الوعي لدى المجتمع مهم لمواجهة هذا الفيروس ويعتبر أمرا ضروريا للقاية، لأن العالم حتى الآن لم يتوصلوا إلى علاج حقيقي لهذا الوباء رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف دول العالم، آسيا، أوروبا، أمريكا، إفريقيا في هذا الاتجاه. الشكر لضيوف هذه الحلقة، كل من زكريا شايب ويوسف محمد حربة الملقب بكولونيل وأستاذة ياسمين الملقبة بميرم. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء. نعم.